فيلم ميدين هو فيلم جزائري للمخرج موسى حداد. أول عرض له كان سنة 1999. يعد الفيلم من أول أفلام الأكشن الجزائرية، لكن ظهرت في الفيلم فتاة بقيت في بال الجزائريين. اسمها الحقيقي سوريا مليلي، لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. يصور فيلم ميتين فتاتين تقعان في مشكلة بسبب تورطهما مع عصابة غامضة والمجهودات التي تبذلانها للإفلات من قبضة هذه العصابة. هناك فتاتين اختفتا بعد هذا الفيلم ولم يقوما بأي عمل آخر، وهما سوريا ونوال قدودو. سوريا مليلي هي من مواليد سنة 1982، عمرها اليوم 40 سنة. كانت أول خطوة لسوريا هي عارضة أزياء، وبعدها دخلت إلى مجال التمثيل عن طريق فيلم ميد إن، وكان هذا الفيلم هو الأول والأخير في مسيرتها، مع العلم أنها بعد مشاركتها في الفيلم تزوجت بالفنان الجزائري الكبير حكيم صالحي. أما الفتاة الثانية فهي نوال قدودو. نوال قدودو أو كاساندرا الجزائر، ظهرت في العديد من الأعمال التلفزية أمثال المسلسل القديم حورية بنت الشطآن، أو حتى بروزها في نسم لاح سيتي، ولا ننسى ظهورها في التسعينات بحصة مسك الليل التي كانت تحت تقديم الإعلام الكبير مراد زيروني. وبالرغم من غيابها عن الساحة الفنية لأكثر من 15 سنة، إلا أنها اليوم ظهرت ونلاحظ أن شكلها قد تغير مع الزمن، ولكن ليس بالشيء الكبير، فقد حافظت على جمالها بالرغم من تقدمها في السن. إخواني في الله، هذه المعلومات والصور الحصرية تجدها فقط في قناتنا، فلا تنسى أن تدعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.